تواصل فعاليات مهرجان الفحيص تاريخ وحضارة بفعاليات ثقافية وفنية. ألقى الدكتور علي محافظة ووزير التنمية السياسية موسى معيطة محاضرة عن شخصية المهرجان الشريف الحسين بن علي باستعراض أهم صفات بطل وقائد الثورة العربية الكبرى ومحطات حياته. الحسين بن علي سليل عائلة دينية تحظى بمكانة رمزية كبيرة على مر العصور لدى عموم المسلمين وغير المسلمين في منطقتنا وفي العالم. كان ملهما وواثقا من أمته ورسالته ومتمسكا بمشروعه، وهو في أدائه السياسي لم ينطلق بأن السياسة هي فن الممكن، وإنما من حيث هي التزام مبدئي بالأهداف وبالعهود والقيم والمثل السامية. تعتبر الثورة العربية الكبرى نقطة فاصلة ومهمة في حياة الشعوب العربية، فكانت سببا في تخلص الدول العربية من الحكم العثماني، وأول من نادى بهذا الاستقلال هو شريف الحسين بن علي الهاشمي الذي عرف بأخلاقه الحميدة وشجاعته العظيمة. أما عن خشبة مسرح مهرجان الفحيص التي كانت على موعد مع المغني السوري عبد الكريم حمدان الذي عرفه الجمهور من خلال برنامج أرب آيدل، قدم مواويل وخطوط حلبية متنوعة. قدم هويته الفنية التي تعود للزمن الجميل والأغاني المخضرمة التي اشتاق إليها الجمهور. أيمن لحمود، رؤية.